أصدرت شركة سامسونج هاتفاً جديداً ضمن سلسلة جالاكسي A ضمن الفئة الاقتصادية، والحديث عن جالاكسي A04. دعونا نتعرف عليه. مراجعة سريعة. جاء الهاتف مطابقا لمعظم مواصفات هاتف A03 الذي صدر العام الماضي، فالهاتف يعتمد تصميم الهواتف الاقتصادية من سامسونج، حيث الواجهة الأمامية تأتي بتصميم Infinity V. الحواف نحيفة في الأعلى مع تواجد قطع على شكل حرف V يتضمن الكاميرا الأمامية، وهناك حافة سميكة في الأسفل. من الخلف هناك عدستان للكاميرا أعلى اليسار وعلى يمينها الفلاش، ولا تتواجد ضمن نافذة داخل إطار، بل بارزة مباشرة عن الظهر على عكس هاتف A03 السابق. ومن حيث المصنعية، هيكل الهاتف والإطار المحيط به من البلاستيك، ويزن الهاتف 192 جراما. الشاشة جاءت بلوحة من نوع PLS LCD مقاسها 6.5 إنش ودقتها HD+ مع كثافة 270 بكسل للإنش الواحد. الشاشة لا تدعم سرعة تحديث عالية وتكتفي ب 60 هرتز ويتلبي احتياجات المستخدم الأساسية. من حيث الأداء، لم تعلن سامسونج عن نوع المعالج المستخدم، وذكرت فقط أنه يتكون من 8 أنوية، ويبدو أنه أقوى من معالج الجيل السابق. ستوفر الهاتف بإصدارات 4 و 6 و 8 جيجا بايت لذاكرة الرام، و 32 و 64 و 128 جيجا بايت لذاكرة التخزين، ويمكن تركيب شريحة تخزين خارجية بسعة 1 تيرابايت. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 مع واجهة سامسونج One UI 4.1. يسمح الهاتف بتركيب شريحتي اتصال، لكن من نوع 4G، حيث لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. ومن حيث الصوت، يأتي الهاتف بمكبر صوت واحد ويحتوي مدخل 3.5 ملم لتوصيل السماعات السلكية. الكاميرا الخلفية جاءت بعدسة أساسية واحدة بدقة 50 ميجا بكسل تدعم ميزة التركيز التلقائي، ومعززة بعدسة ثانوية بدقة 2 ميجا بكسل لقياس العمق، وتستطيع تصوير مقاطع فيديو بدقة Full HD. الكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي جاءت بدقة 5 ميجا بكسل. يحتوي الهاتف بطارية بحجم كبير 5000 ملي أمبير، وتشحن عبر مدخل مايكرو USB، ولا تدعم أي شكل من أشكال الشحن السريع، لكن استخدام منفذ مايكرو USB في 2022 يعد شيئا مستغربا وغير محبذ. سيتوفر الهاتف بألوان الأخضر والأزرق والأبيض والنحاسي، ولا معلومات عن السعر وموعد التوفر حتى الآن، لكن أتوقع أن يكون هاتفا رخيصا لا يتجاوز سعره $150. كما نشاهد الهاتف إمكانياته ضعيفة نسبيا، لكنه يصلح للاستخدام كهاتف ثانوي أو حتى للاستخدامات الخفيفة. ما رأيكم بالهاتف؟ وهل ترون هكذا هواتف منافسة في السوق؟ اكتبوا لنا في التعليقات.